2005 هنروح لبلدية المحلة، بيهزم نادي الزمالك بلدية المحلة 5-0. نادي الزمالك فاز على بلدية المحلة مواليد 2005 5-0. وفي الجولة الثانية أحرز الأهداف هشام محمد، يوسف أحمد، حسن وأيمن، أمير عبد العزيز، محمود عصام الحصري، وكريم حامد. مدير الفني لفريق 2005 كابتن محمد عبد الله، محروس السيد ومحمد فوزي مدربين، معتز صلاح مدربين مساعدين، محمد عبد الجواد حراس مرمى مدرب حراس مرمى، ابراهيم محمود اداري، وياسين السيد للعلاج الطبيعي، ومحمد سيد للمهمات.